السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ويا أهلا وسهلا بكم في فيديو سريع جدا، ورح نتكلم سريعا كيف ندخل على السولو لوبي. ومن وجهة نظري والسبب القوي جدا أني أدخل سولو لوبي مو بسبب أني ما أبغى ألعب ضد لاعبين أو مع لاعبين، السبب الوحيد والقوي جدا من وجهة نظري سيرفرات روكستار، خصوصا في لعبة ريد ديد ريديمشن. في أحداث كثيرة جدا رح تفتقدها إذا لعبت في لوبي عام، وأبسطها الحيوانات الأسطورية. ما راح يرسبن أي حيوان أسطوري طالما في عدد كبير جدا من اللاعبين في السيرفر، وكنا نتمنى من روكستار يعملوا تحديث لريد ديد ريديمشن وينزلوا سيرفر خاص مثل جي تي اي، تختار انفايت اونلي سيشن وتلعب براحتك، واذا حبيت تلعب في السولو العام يكون هناك امتيازات مثل يعني جعل 2% على اي عملية بيع مثلا تقوم بها، او مثلا ديلي تشالنج يعني لازم تلعب في السولو العام ولا اخره. طبعا طريقة كيف تدخل على سولو لوبي يعني تكون في السيرفر لحالك، كل اللي عليك تخش على الـ MTU من اعدادات السوني تبعك وتغير الارقام الى 800 او 750 او حتى 700 الى ما تتأكد انه السيرفر فاضي تماما من اي لاعب. وليكم الطريقة بشكل مختصر، ادخل على اعدادات الانترنت، اضغط Option وراح يطلع عندك خيارات ومن ضمنها الاعدادات المتقدمة، ولو تنزل تحت حتلاقي خيارات مكتوب عليها اعدادات MTU على التلقائي، واللي عليك تغيرها من تلقائي الى يدوي، وادخل الارقام بشكل يدوي وسجل رقم 800 او 750 او حتى 700 الى ان تتأكد تماما انه ما في احد معك في السيرفر. وكل ما كان الرقم 800 850 900 كذلك يكون عندك النت ممتاز وافضل وما يقطع السيرفر، على عكس 700 و750 احتمال انه السيرفر يقطع معك. وبكذا راح تنبسط باذن الله تعالى، وراح تشوف احداث كانت مقطوعه عنك بسبب سيرفرات روكستار بكل اسف. واعطيكم دليل واضح جدا، انت لما تلعب باونتي هانتر على سبيل المثال وتخش على سيرفر خاص، والسيرفر الخاص هذا اكيد راح يكون في الفري روم، بالتالي راح تلاحظ رسبنا لحيوان اسطوري، وبكل تاكيد لازم يكون عندك رول الناتشوراليست. واغلب شروحاتي بالفيديوهات اللي انزلها تكون على سيرفر خاص، وانا اعمل هذه الطريقه وفعلا انا مرتاح من فترة طويلة، خصوصا بعد انتشار الهاكات، خصوصا اصحاب الكورونس والانبوت والقاد مود ولا اخره من الجليتشات اللي ما تنتهي في هذه اللعبة. والان اللي منتشر الاوف رادار، فجأة كده تلاقي لاعب عندك في السيرفر ما تشوفه نهائيا في الخريطة، مفعل الجوست على غفلة، وهذه الاشكال هي اللي راح تعرق عليك وراح تخرب لعبك وراح يسوي فيها بطل قدامك. وخلاصة الموضوع، ريح واستريح والعب على لوبي خاص وانتهى الموضوع. أتمنى كان الفيديو مفيد لكم، والله يعطيكم العافية، وأشوفكم في الفيديو القادم، في أمان الله.